سلام البنات، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كراكم البنات ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نوري لكم كيفاش نديروا، يعني كيفاش نصنعوا الحار. رقدوها بالزيت برك. هنا البنات راني جايبه لها دي الحار هنايا، يعني نخلطوا حمراء مع الخضراء نورمال، معليش المهم تكون مغسوله وناشفه. البنات اللي هنا انا اللي هنا ديجا راني بديت هنايا، ها كي نقيها كامل نحيلها هذا كيسموه تاع الزريعه تاعو. هذه الزريعه البنات ما تنفعش، يعني نقيسوها باسكو ماهيش واصله الزريعه باش نغرسوها ولا. هنايا البنات انا هنايا راني راح نديرها بلا ثوم. لهنا البنات نوريكم كيفاش درتها بالثوم. ها هي وزيت زيتون، اللي ما عندوش زيت زيتون معليش ماشي لازم زيت زيتون، يعني انا نبغي زيت زيتون برك. شوفوا البنات اللي هنا انا كي قطعتها كيما هذه وريحتها، واللي ما عندوش هذه قادر يدقها في المهراس ولا يقطعها رقيقه. المهم يدير ليغو، ولا ما عندوش ليغو يغسل يديه مليح، يدير الصابون الصابون تاع الطرف زوج مرات ولا ثلاثه وصاي ان شاء الله. يعني ما لباليش انا باسكو خطات الله لا تقعد ليا. المهم هذه البنات انا هذه اللي صنعتها، هذه يعني صنعتها هنايا ريحتها شوفوا. بعد ما عقمت البلارة بالطبع نديرها في الماء وفوق الغاز باش تتعقم بالماء والخل، نرحيها ندير فيها يعني كيما ندير هنايا باش ترحل مليح. ندير زوج مغارف زيت ولا، واللي ما يحبش يدير معليش انا ما نديرش، يعني كنت ندير وما تحبست، يعني ترحالي في هذه ترحالي. نرحيها وندير فيها الثوم وشويه قزبر وملح والزيت ونديرها في البلاره. استغفر الله البنات، قبل ما ندير في البلاره ندير كي نرحيها نديرها تقطر 24 ساعه، يعني ديرها في تقطر في الكسكاس حتى تقطر الماء تاعها مليح مليح مليح، ولا ما قطرتش راهي حد تصوف. راح البنات تصوف لكم وما تشدش، يعني ما تجي لحق وقت الشتاء باش ديروها مع البركوكس البنات واللوبيا ما شاء الله والله العظيم غير يعني هايله هايله هايله، خاصه بالثوم. انا نحبها بالثوم، انا زوج تاعي قال لي ديريها لي باسكو يروح للجامع يصلي، قال لي ما نعطيكش نروح الجامع وانا فيها ريحه الثوم، فهمتوا؟ ما يغسل تقعد فيه الريحه. المهم دوك البنات انا نوجدها معكم هذه اللي بلا ثوم، في نفس الوقت نوريكم كيفاش نديروها بالثوم. هيا تبعوني للاخر وتشوفوا. هنا بعد البنات مرحيتها، يعني ما حبيتش نديركم دوك الضجه تاع الروبو بلا كوب باسكو والله العظيم تحرك. شوفوا هنايا هنايا راهي، شوفوا الماء اللي فيها، لازم هذا الماء اللي فيها تاع الحار يلا. هنا نفرغوها في الكسكاس، عندي كسكاس قديم قديم بزاف، ما دائما مخليات هنا ونخلوها تكتر. هاي بس هنا شوفوا الماء اللي راه يكتر منك، تشوفوا ها مازال يكتر. دوك البنات هنايا نعاودو نرجعو نزيد نقص الحار. شوفوا البنات انا كيفاش نديرلها، نحلها ونقلع لها الزريعة تاعها ومن بعد نقطعها هاكا، نقطعها على زوج هاكا ونديرها هنا هكذا. دوك البنات كي تقطر ان شاء الله نعاودو نوريكم كيفاش ندير الاخر. هنايا ما درتلهاش البنات انا لا ثوم لا والو، درتها غير وحدها ها هنايا. ندير لها ملح، يعني الملح عينكم يا ميزانكم باسكو انا مازال نزيد على هكا هكذا، ونخلوها تشرب الملح تاعها. انا درت هنا باسكو مازال ما كملتش هذه لي ندير يعني لي نزيدها معاها. هذه هي البنات وكي تكتر ان شاء الله نوريكم كيفاش نديرو لها.
هاي البنات بعد ما رحيتها كامل، ها هي هنايا، ها هي قطرت، شوفوا شوفوا الماء اللي خرجاتو عاد مازال. دوك البنات نجيب البلاره نعقموها بلاره، قلنا بالماء وشويه خل، ونديرو الماء دافئ، مش الماء دافئ يعني، نديرو يغلي، كي يغلي مليح مليح ونشفوها ونديروها. ومن بعد البنات نجيبو شويه زيت، نقولو 3 مغارف زيت وشويه ملح، نفرشوهم على البلاره، ومن بعد نعمرو هذا الحار، نعمروها كامل بالطبع، تكون فيها مخلطينها الملح، كشتوني كي درت الملح، نخلطوها مليح مليح كي تكتر. ومن بعد هكا نعمرو هذه، نديروها في البلاره ونزيدو من الفوق نذرو عليها شويه ملح وشويه زيت ثاني، واللي بغى يزيد يدير زيت زيتون يدير، اللي ماهوش باغي يدير زيت زيتون يدير زيت طياب، معليش مهم يعني. ونديروها نبلعو عليها مليح مليح مليح، ونديروها داخل الثلاجة ونخلوها، والله العظيم تخرج هايلة هايلة. المهم تكتر بنات، بلاك تخلوها بالماء تاعها، هذا ما كان. ولا ما قطرت لكمش مليح، تقدروا تجيبوا مغرف يعني تكونوا شاكين ولا، وتبقاو تزيروا عليها هكا هكذا باش تزيد تطلع. وخلوها غطوها وخلوها 24 ساعة. مهم ديروها زعما نقولوا كيما اليوم، خدوا منك باش ديروها في البلاره ولا هكذا، باش يعني تاكدوا باللي راح لها الماء هذاك. دوك نوريك، شوفوا الماء، شوفوا فيه. دوك انايا دوك نديرها في البلاره، دوك نعصرها يعني هكا ونديرها في البلاره انايا باش تشوفوا. المهم هذه هي البنات، دوك نديرها في البلاره ونوري لكم. هاي البنات هنايا كي درتها، شوفوا تشوفي ديك الزيت، ها هي لداخل، وبلعت عليها مليح 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 ودرتها. شوف فرشت منا هنا لتحت، نفرشوا يعني ملح والزيت، ومن بعد نعمروا الحار تاعنا، نعمروا الحار تاعنا، ومن بعد نزيدوا من فوق نفرشوا الملح والزيت. دوك نشوف البنات نحلها ونوريكم. ونحطوها داخل الفريجيدير وش هي طيبه. ان شاء الله تكون عجبتكم البنات هذه التدبيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.